وفي كلمة مسجلة عبر معالي السيد أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة عن الشكر لعقد أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في مملكة البحرين هذا العام حول موضوع تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة ومكافحة التعصب. وأشار معالي الأمين العام للأمم المتحدة إلى أهمية العمل الجماعي لتنفيذ سياسات التي تؤمن تكافؤ الفرص للجميع في مجتمعات تسودها الكرامة الإنسانية. أشكركم على عقد هذه الجمعية هذه السنة حول موضوع تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة ومكافحة التعصب. تنمو علينا أن نضم جهودنا من خلال الاعتراف بغنى التنوع والاستثمار في الشمولية الاجتماعية ومكافحة الأنباء الخاطئة على شبكة الإنترنت والدفاع عن حرية التعبير. أنتم أساسيون من أجل تنفيذ السياسات التي تؤمن تكافؤ الفرص للجميع. أنتم تترجمون آمال الناس إلى مشاريع فعلية لنعمل مع بعضنا البعض للحرص على تأمين الكرامة للجميع في مجتمعات عادلة ومنصفة. وشكراً.